يعني لو كلمنا بقى تاني، انا بس كنت بقول على حاجه في ال بس هنا كورس ماث كورس تمام. طيب اللي لو اتكلمنا على حاجه، كنا بنتكلم على السكندري ستيج، ان انا عندي ايه المواد اللي عندي في السكندري ستيج؟ طيب في السكندري ستيج يا جماعه عندي المواد بتاعتنا، اول حاجه عندنا الالجبرا، اكتب بس اسماء المواد يعني وخلاص، مش لازم بقى السنه كام وسنه كام. الالجبرا في عندهم جيومتري، الجيومتري بتنقسم لاناليتيك وسوليد، اناليتيك وسوليد جيومتري تمام. في حد مس كريمان وسوليد جيومتري خلاص، ده في الثانويه العامه بقى سوليد جيومتري. وفي عندهم طبعا الكالكولاس، ودي حاجه مهمه جدا. الكالكولاس يا جماعه اللي عايز يعرف اسمه الاصلي، كالكولاس التفاضل والتكامل، هو اسمه بس اسمه كبير جدا في العلم، ما بتقولش الاسم ده. ديفرنشيشن اللي هو التفاضل اند انتجريشن. اسمه نهر إجلة والنهر الثاني هو اسمه ده نهر التفاضل الفرات. والتكامل، بس ما حدش بيقول ديفرنشيشن اند انتجريشن، دي كله بيقول كالكولاس اللي هو التفاضل والتكامل تمام. يعني عيال يقول لك عندنا كالكولاس بتاع. وفي طبعا عندهم ايه، طبعا الثلاثه دول يا جماعه بيسموهم، يعني بيسموا الحاجات دي كده بيور ماثيماتكس. بيور ماثيماتكس يعني اللي هي رياضه بحته، رياضه بحته. طيب الرياضه التطبيقيه بيسموها ايه؟ بيسموها ابلايد ماثيماتكس. والابلايد ماثيماتكس دي اللي هي التطبيقيه، الرياضه التطبيقيه. وساعات بيكتبوا على الكتاب ابلكيشنز اللي هي الايه؟ الاستاتكس والداينامكس. اشوف بقى دي اسمها استاتكس. الثانيه اسمها statistics اللي هي الاحصاء، statistics. لكن دي اسمها statics اللي هي الاستاتيكا تمام، والديناميكس اللي هي الديناميكا تمام. يبقى كده احنا الحمد لله كده عرفنا فروع الماده بتاعتنا، فروع الماده بتاعتنا. طيب انا هكتب لحضراتكم المصطلحات بتاعت، هناخد بقى الارثماتيك، هكتب بس المصطلحات بحيث حضراتكم تحفظوها، وان شاء الله المره الجايه نبتدي بقى نشرح الدروس بتاعتها. يعني هناخد طبعا كل درس من دول هنشرحه ان شاء الله، بس انا بتكلم ان نكتب حتى المصطلحات بتاعتنا اللي هتستخدم في الاريثماتيك تمام كده. يعني عندنا في الاريثماتيك، وطبعا الفيديو طالما مسجل انت ممكن حضرتك زي ما حضرتك عارفين بقى، انا ممكن اقدر اعيده تاني ويعني كده تمام. الارثماتيك عندنا المصطلحات بتاعتنا اللي طبعا الارثماتيك اللي هو الحساب زي ما اتفقنا، وده هيبقى فين؟ في البرايمري تمام. يعني ده كده هيبقى برايمري ستيج ابتدائي. عندنا اول حاجه طبعا، انا معلش انا اسف مش هكتبهم بالترتيب، يعني هكتبهم اللي جاي حسب توارد ايه الافكار في دماغي. يعني فهنكتب الاول نمبر، نمبر اللي هو العدد. انا هكتبها لكم برضو بالعربي والانجلش بحيث حضراتكم مثلا تبقى عارف الديكشنري العدد اللي هو نمبر. طب الرقم اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ديجيت، ده الرقم. طيب لما اجي اقول مثلا الاحاد، الاحاد اسمها وانز، وكانوا زمان بيسموها يونتس، بس في الكتب الحديثه دلوقتي بيسموها وانز. بيسموها ايه؟ وانز بليس. بليس يعني خانه، بليس اصلا يعني خانه، فدي خانه الاحاد، يبقى وانز بليس اللي هي خانه الاحاد. طيب خانه العشرات هيبقى اسمها تنز بليس، تنز بليس اللي هي خانة العشرات. طيب وهكذا بقى، هاندردز بليس، هاندردز اللي هي اللي هي خانة المئات، المئات. طب الالاف اسمها ثاوزندز، نطلع السنة في تي اتش يا جماعة،
ثاوزندز. ليس ده كانت الايه؟ الالاف. طيب الالاف. طيب نيجي بعد كده الملايين، مليون، طبعا مليونز بليس. يبقى المليون اسمه يا جماعه مليونز اللي هي الملايين. طيب بعد كده بعد الملايين في عندنا المليارد، مليارد اللي هو بليس اللي هو المليارات. كانت المليارد تمام كده؟ يبقى النمبر اللي هو عدد. طبعا عدد زي يا جماعه مثلا كده ده 300، هناخد الكلام ده بالتفصيل ما تقلقوش. 356 ده عدد، لكن ديجيت كل رقم من دول اسمه ديجيت تمام. طيب عايز اقول برضو ايه رقم الاحاد، يعني رقم الاحاد اقول ايه وانز ديجيت. لكن لو انت هتتكلم عن الخانه نفسها اسمها بليس، اسمها بليس. لكن رقم الاحاد اسمه وانز ديجيت، يعني رقم الاحاد، رقم الاحاد. طيب في حاجه برضو عندنا اللي هي ايه، يعني ممكن اكتبها في نفس البورد هنا، اللي هي عندنا بليس فاليو. بليس فاليو عشان تبقى في نفس المجال، بليس فاليو اللي هي القيمه المكانيه، والقيمه المكانيه دي من اسمها بليس فاليو، ان انت هتقول في التنز بليس هي عايز يقول لك القيمه بتاعت الخانه، فبيقولوا عليها القيمه المكانيه بالعربي. وفي فاليو يمكن حضراتكم عارفين ان القيمه المكانيه مثلا انا اقول ايه مثلا تنز، او مثلا تنز مثلا، ولكن الفاليو اللي هي القيمه نفسها. وهتلاقي في مدرسين بيختصروها بي في، يعني يجي يعمل شيت للولاد ولا حاجه يقول له فايند بي في اند في، عشان بس بنشوف حاجه زي كده. بي في القيمه المكانيه، بليس فاليو القيمه نفسها بيسموها فاليو او في، اللي هي مثلا انها تكون بقى فيها 4 في 10 هتبقى 40، هتبقى ادي الفكره. اللي اصور برضه دي وابعتها على الجروب. كده تمام الحمد لله. هنلاقي عندنا برضه لما نكبر شويه يا جماعه يبقى في بالنسبه للاعدادي، بعد كده بقى مثلا في ثالثه ابتدائي ورابعه والكلام ده، هنلاقي بعد كده هيبتدي يدخلنا في طبعا هناخد بس مصطلحات الاريثماتيك النهارده تمام. بعد كده ممكن ناخد بقى الايه الجيومتري والستاتستيك والكلام ده. في عندنا هنلاقي فراكشنز، فراكشنز اللي هي القسمه، فراكشن اللي هو الكسر تمام. طب الفراكشن ده في عندنا يا جماعه ايه؟ في عندنا نيموريتور، بص ده نيموريتور اليو بتنطق كانها ايه؟ نيموريتور، نيموريتور اللي هو البسط. طب المقام اسمه ايه؟ اسمه دينو مينيتور، ده المقام البسط والمقام. طيب الكسر نفسه ممكن يبقى بروبر فراكشن، بروبر فراكشن اللي هو بيبقى مثلا 3 اوفر 5. على فكره انا عندي اسمها اوفر، الشرط دي اسمها اوفر، هناخدها بعد كده ما تقلقوش كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل. 3 اوفر 5 ده ايه؟ ده كسر حقيقي، يعني بسطه اقل من مقامه. في بعد كده بتلاقي كسر مش حقيقي اللي هو بسطه اعلى من مقامه، اللي هو بروبر فراكشن لو مثلا 5 اوفر 3 ده كسر غير حقيقي. طيب في عندنا ميكسد نمبر، ميكسد نمبر اللي هو العدد المختلط او العدد الكسري، زي ما اقول مثلا 3 and 2 over 5 ده اللي هو ايه؟ عدد كسري، عدد كسري ميكسد نمبر تمام. طيب في عندنا بعد كده بعد الميكسد نمبر في عندنا احنا كده قلنا بروبر فراكشن، امبروبر فراكشن، ميكسد نمبر البسط والمقام. في عندنا مثلا لو قلت مثلا ايه المقامات المتحده يا جماعه، او المقام المشترك، كومن اصلا مشترك، دينومينيتور كومن، دينومينيتور اللي هو مقام مشترك، او بيقولوا عليه ايه مقام مشترك، او اللي احنا بنقول عليه ايه المقامات المتحده، مقامات متحده. طيب
تعالى بقى دلوقتي عندنا ده الكومن ديمينيتور. طيب يعني ده الايه الكسر الفصل المقام. طب ده تقريبا يعني في الايه الحاجات دي برضه في الفراكشنز. في عندنا برضه انا ما كتبتش هكتب برضه الكسور العشريه والحاجات دي، وهكتب برضه العمليات الاساسيه اللي الجمع والطرح دي برضه هتبقى اسمها. وطبعا واحنا بنشرح الدروس نفسها ساعات بيقابلنا مصطلح ما قلناهوش، يعني انا بكتب ان جنرال المصطلحات بتاعتنا، بس طبعا ممكن يقابلنا حاجه واحنا بنتكلم نقولها برضه. تمام. في بقى الكسر العشري، الكسر العشري يقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه ديسيمال. هو المفروض الكسور العشريه كلها اسمها ديسيمال، بس بيقولوا على ده ديسيمال فراكشن. ديسيمال فراكشن اللي هو زي ده، يعني كسر عشري زي 0 بوينت. العلامه العشريه يا جماعه، العلامه العشريه اسمها بوينت، ديسيمال بوينت، ما دي علامه عشريه، مفيش كومه بقى. 0.3 دوت اللي هو ايه ده، كسر عشري، كسر عشري. ولكن لو انا هقول عدد عشري بنقول عليه ديسيمال نمبر، ديسيمال نمبر، وده بيبقى عدد وجنبه ايه؟ ديسيمال نمبر. هنتعلم بعد كده ازاي نقراه، يعني عدد عشري زي 2.5 ده عدد عشري، يعني عدده معاه كسر عشري. طيب يبقى ديسيمال فراكشن، ديسيمال ايه بوينت كده كسر عشري. طيب الجزء من 10 اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه 10، 10 يعني جزء من 10. طبعا 10th ديجيت بقى اللي اتقال عليه 10th ديجيت، 100 كله ديجيت يعني رقم، يعني 100 ديجيت اللي هو جزء من 100، جزء من 100، وبعدين جزء من 1000 وهكذا. بيحطوا لها بس تي اتش، بيحطوا لها تي اتش، بيحطوا لها تي اتش. طيب هو في حد تاني بس كله ده كان شغال. جزء من 100، جزء من 10 كده يعني. ده بالنسبه لايه الاصول العشريه، جزء من 10 جزء. في بقى عندنا التقريب، التقريب اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ابروكسيميشن، ابروكسيميشن. طيب ده التقريب. طيب بعض الكتب والامريكان بالذات بيقولوا عليه راوندنج، راوندنج اللي هو التقريب. طب في بقى التقدير، التقدير اللي هو استيميشن، استيميشن ده التقدير. التقدير اللي هو مثلا يعني ايه مثلا يا جماعه؟ بيقدر ال 36 جنيه يقول مثلا 35 جنيه كده مثلا. التقريب بقى اللي هو يقربها مثلا، يشوف السته دي رقم ضعيف ولا قوي. وطبعا كلمه عندنا في كلمات بنستخدمها اللي هي ايه؟ يقول لك ريتش ديجيتس او ريتش نمبرز، اللي هو مثلا لو عدد غني، اللي هم زي ما احنا بنقول الولاد زي مين؟ زي ال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9، عشان دول بيزودوا 1. وفي عندنا يقولوا على دول بور نمبرز، اللي هم مين؟ الاعداد الفقيره، اللي هي مين؟ عدد فقير اللي هو اللي هم ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4، ودول ما بيزودوش حاجه. تمام؟ ده بالنسبه للابروكسيميشن. طيب عايز يقول مثلا قرب لاقرب 10، يقول لك ابروكسيميت to the nearest 10. يعني قرب لاقرب ايه؟ ده في ناس لسه بتدخل. طيب ماشي. طيب قرب لاقرب 10، يقرب لاقرب 10 ماشي. يبقى ده كده تمام كده الحاجات اللي هي كده طيب في عندنا برضه حاجات يا جماعه اللي هي مثلا طالما دخلنا في رابعه بقى، نقول برضو الحاجات اللي هي ايه؟ المضاعف العمل المشترك الاعلى اللي هو بيسموه ايه؟ بيسموه هايست كومن فاكتور. انا عايز حضراتكم بقى تحفظوا الحاجات دي المره الجايه عشان لما نيجي نشرح الدروس دي تبقوا فاهمينها، اللي هو بيسموه اتش سي اف،
ايس كومن فاكتور، يعني اللي هو العامل المشترك الاعلى. طيب في عندنا لوست كومن مالتيبل. هما بياخدوا يا جماعه الحرف الاول من كل حاجه، زي ما احنا بناخد في العربي عين ميم الف، هما بياخدوا الحرف الاول من كل ايه؟ من كل حاجه. بياخدوا الحرف الاول من كل ايه؟ من كل حاجه. يعني انا مثلا هايست كومن فاكتور خدوا اتش سي ام، هنا لوست كومن مالتيبل خدوا ال سي ام، خدوا ال سي ام، ماشي، اللي هو المضاعف المشترك الاصغر ال سي ام، المضاعف المشترك الاصغر. يبقى ده ايه؟ هايست كومن فاكتور هو فاكتور لوحدها اصلا، فاكتور لوحدها معناها عامل. طيب مضاعف اسمه مالتيبل، مضاعف، تمام. يبقى عامل مضاعف. طب في بقى التحليل الاولي، برايم فاكتورايزيشن، هو التحليل الأول برايم فاكتوريزيشن، التحليل الأول. طيب ده بالنسبة لإيه؟ الحاجات اللي بتبقى عندنا في رابعة ناحية زي كده. في عندنا برضو حاجات في يعني في السن الصغار شوية، اللي هو مثلا بقى نلاقي مثلا ايه اكبر منه اصغر منه يساوي، الحاجات دي برضو ما قلناهاش. علامه اكبر منه يا جماعه بتتعمل كده، مثال العربي ده دي اكبر منه، اللي هي بيقول عليها جريتر ذان. في ناس بيقول عليها بيجر ذان، لكن هي جريتر ذان افضل، لان بيج دي بتدي معنى الضخامه، جريتر ذان يعني اكبر منه. طب في ليس ذان، اللي هي ليس ذان، في ناس بيقول عليها سمولر ذان، الاثنين صح، سمولر يعني اصغر من. طيب العلامه دي طبعا يساوي بيقولوا عليها ايه؟ المفروض ايكوالز، بس العيال ما بتقولش ايكوالز، الطلبه بتقول ايكوال بس، فانت قول زيهم ايكوال بس، وممكن تقول از ايكوال تو، بس الصح بتاعك تقول ايكوال زي تقول از ايكوال تو، دي العلامه تساوي. طيب بالنسبه لايه اللي ده؟ طب في عندنا اسندنج اوردر، اسندنج اوردر يا جماعه اللي هو التقدير، ascending order اللي هو الترتيب التصاعدي، الترتيب التصاعدي. طب في descending order، descending order الترتيب التنازلي، الترتيب التصاعدي، الترتيب التنازلي. سن الاوردر، سن الاوردر. طيب في مثلا رتب تصاعديا، يقول لي مثلا ايه؟ اوردر اسندنج، او ممكن يقول لي ايه؟ بوت ان ان اسندنج اوردر، وممكن يقول لي يا جماعه اوردر from least اهو to greatest، يعني من القليل للكبير، يبقى كل دول معناهم كل دول معناهم رتب تصاعديا، تصاعديا. رتب تنازليا هتبقى زيها بالظبط، زيها بالظبط، ولكن ايه رتب تصاعديا هتبقى زيها بالظبط، ولكن ايه بالعكس، يعني ده ديسندنج اوردر واوردر الديسندنج ليه وهكذا، تمام. ده بالنسبه لي. في بقى برضو بعض المصطلحات اللي هي يعني بتاعي دي كلها طيب في عندنا طب لو خدنا اللي هو
اللي مثلا حاجات مثلا يا جماعه اللي هي في سنه خمسه زي ايه؟ اللي هي السيتس، يعني واخد الحاجات اللي هي ايه الجنرال. في عندنا اللي هي السيتس، ست يعني مجموعه، ست هي مجموعه وبيرمزوا لها بحرف كابيتال يا جماعه، اكس واي كده يعني زد، دي المجموعه اللي هي سين وصاد وعين بقى زي عندنا بالعربي. طيب الست، طب القوسين اللي هم في المجموعه دول يا جماعه اسمهم بريسز، اسمهم بريسز، ولكن القوسين اللي هم عاملين كده هم القوسين العاديين دول اسمهم براكتس، براكتس. ولما تيجي تقول له افتح قوس تقول له اوبن براكتس، افتح قوس، عايز تقول له كلوز براكتس يقفل قوس، يعني ايه حاجات بتستخدمها، افتح قوس وهنا اقفل ايه، اقفل قوس. طيب قوس ده بالنسبه لايه؟ طيب ده حاجات زي كده يعني برضه بنستخدمها، بريسز، بريسز اللي جايبها البريس بتاع السلندر. دي طبعا تقول اوبن بريسز، دي كلوز بريسز كده يعني، لو تفتح كلوز ده اوبن بريسز وكلوز بريسز. طيب لو حصل واللينك فصل يا جماعه لسه ما خلصناش، حضرتك بس تخش تاني على نفس اللينك اللي انا بعته ده عادي جدا يعني. طيب ده ست. طب العنصر نفسه اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه اليمنت، اليمنت يعني عنصر. طيب المجموعه منتهيه بيسموها فاينايت ست، ودي بتبقى مجموعه منتهيه مثلا زي 3 5 7 3 5 7. طب دي مجموعه منتهيه، مجموعه منتهيه. طب مجموعه غير منتهيه يسموها انفينيت، انفينيت، انفينيت ست، ودي مثلا بتكون كده مثلا زي ايه؟ زي الاود نمبرز مثلا 3 او مثلا 1 3 5 7. طب عايز اقول يا جماعه وهكذا، وهكذا اقول ايه؟ اند سو اون، اند سو اون دي يعني زي وهكذا او الى اخره، وهكذا كلمه مهمه طبعا معانا في الماث برضو. انا بتكلم ما اقولش للواد 1 و3 و5 و7 وهكذا، او 1 3 5 7 وهكذا، لا اقول لهم اند سو اون وهكذا. تمام، دي انفصلت مجموعه غير، مجموعه غير منتهيه. طب في مجموعه خاليه بقى، خاليه اسمها empty set، يعني مجموعه خاليه واللي هي بنرمز لها بايه يا جماعه؟ بفاي، فاي زي العربي برضه، فاي دي اصلا اللي هي بي اتش اي، بس يا جماعه فاي بي اتش اي خلاص، ودي مجموعه ايه؟ خاليه، مجموعه خاليه. تمام، ادي بالنسبه لايه لحته خاليه. طيب في عندنا بقى يتوقع الايه؟ اللي هو التقاطع والاتحاد والكلام ده. الاول اللي هو ايه مثلا؟ عايزين نقول مجموعه جزئين، مجموعه جزئين. لو الصور اللي بتوصل لحضراتكم دي واضحه اوكي، مش واضحه لو حد مشكوره دي يبقى يبيضها ننزلها على الجروب يعني. طيب المجموعه الجزئيه انا مثلا عايز اقول اكس كده ونجيب واي. يقولوا ايه؟ اكس از سبست اوف واي، بس انت بتلاقي الولاد يقولوا ايه؟ اكس سبست اوف واي على طول. طب لو هيعكسوها ان الواي هي اللي تحتوي اكس يقولوا ايه؟ واي كونتينز اكس، ما تقولوش الحاجات دي كلها، انا هشرحها بالتفصيل يعني. واي كونتينز اكس. طيب لو عايز اقول بيلونجز يعني مثلا 3 بيلونجز تو اكس، يعني 3 بيلونجز تو اكس. طب عايز اقول doesn't belong ما بينتميش، 3 doesn't belong، doesn't belong to x، ما بينتميش ل x. تمام كده؟ طيب ال three doesn't belong to x. طيب ده بالنسبه ل، لو جينا بقى يا جماعه على التقاطع والاتحاد يعني مثلا كده، دي هنقول عليها ايه؟ هنقولها اكس انترسكشن واي، انترسكشن
سيكشن 1 اللي هو التقاطع. فالاتحاد هي طبعا شرح انا مش لازم اكتبها بالعربي بقى، اللي هي اكس يونيون واي. طب هنا اكس اللي هي ماينس واي او اكس ديفرنس واي، ديفرنس واي تمام. طب لو كده يا جماعه نقول على دي اكس كومبلمنت، اكس كومبلمنت يتفضل لنا بس حاجتين، المجموعه الشامله اسمها يونيفرسال، يونيفرسال ست وبيرمزوا لها بيو، المجموعه شامله. طب بسم الله الرحمن الرحيم، وشكل فين اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه فين باسم العالم اللي اخترعه دايجرام، فين دايجرام اللي هو شكل فين، شكل فين شكل فين، فين دايجرام. طيب لو قلنا ايه بقى مثلا كده، هتفضل بس شوية حاجات اللي هي طب الأول يا جماعة برضو كلمة مصطلحات أصلا معناها إيه؟ يعني أقول ماثيماتيكال، ماثيماتيكال تيرمز، بص بتقول تيرم وفي الآخر إزاي كده؟ يعني مصطلحات رياضية، مصطلحات رياضية ماثيماتيكال تيرمز اللي هي مصطلحات رياضية. طب عندنا برضو في اللي سنة ستة شوية مصطلحات كده اللي هي ريشيو، ريشيو اللي هي النسبة، التناسب بروبورشن، التناسب، الوسطين اسمهم مينز، الوسطين، الطرفين اسمهم اكستريمز، الطرفين تمام كده، الوسطين والطرفين، النسبة التناسب، في عندنا دروينج سكيل، دروينج سكيل اللي هو مقياس الرسم، مقياس الرسم، في عندنا بسم الله الرحمن الرحيم النسبة، الريت، ريت اللي هو المعدل، في عندنا النسبة المئوية برسنتج، برسنتج نسبة مئوية تمام. لما اجي اقول على دي مثلا اقول ايه 10، بص يا جماعه بص يا عبد الله الاثنين دول بيتقال عليهم 10%، 10% 10%. طيب في عندنا برضو شويه حاجات اللي هي بتيجي لنا في ايه، شراء مكسب بيع والكلام دوت، برضو لو حد من حضراتكم افتكر مصطلحات ومثلا ممكن يبقى بعتها لها جروب وانا اتاكد الترجمه بتاعتها، يعني مش مشكله. مثلا عندنا اللي هو مثلا الشراء اسمه كوست برايس، هو سنة الشراء كوست برايس بيختصروه سي بي، فده ثمن الشراء. طب ثمن البيع يا جماعه بيسموه سيلينج برايس، اس بي ثمن البيع. طيب المكسب اسمه بروفيت، بروفيت مكسب، الخساره اسمها لوس، مكسب الشراء مكسب، طبعا الخصم اسمه الديسكاونت، قبل الخصم اقول ايه مثلا، بعد الخصم افتر ديسكاونت، ده بعد الخصم، قبل الخصم بيفور ديسكاونت، قبل الخصم. يعني دي تعتبر معظم المصطلحات يا جماعه، تعتبر معظم المصطلحات الموجوده في الابتدائي. في طبعا بس عندنا برضو اللي هو بعض العمليات زي ايه، مثلا الجمع اللي هو اديشن، اديشن جمع، سبتراكشن الطرح، طبعا كل ده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. يعني الطرح الضرب اسمه مالتيبليكيشن، مالتيبليكيشن
ضغط. القسمة اسمها ديفيجن. ودي كلها يا جماعة الحاجات دي، الدروس دي كلها إن شاء الله في المحاضرات الجاية هنشرحها بالتفصيل، بس أنا قلت بس هقول لكم المصطلحات النهاردة بحيث حضراتكم إيه يعني حتى تحفظوها، بحيث لما نيجي نتكلم في شرح الدروس يبقى أنتوا إيه متابعين معايا، يبقى أنتوا متابعين معايا. تمام؟ يعني أرجو إن أنا إن شاء الله أكون أفدتكم النهاردة في الحاجات دي. تمام؟ إن شاء الله نكمل المحاضرات